مساء الخير، حلقة جديدة من رادار تجمعنا عبر دي ام تي في. حلقتنا لليوم منوعة بين عالم الصحة، الأناقة والفن، والبداية مع العناوين. جديد عالم البصريات في اكس فيجن دبي، وأحدث تقنيات طب الأنف، الأذن والحنجرة. لوحات جدرانية ميزت عرض دوتشي آند غابانا للرجال. وفي رادار فن، كارول سماحة احتفلت في إحساسها بمصر. أهلا بكم من جديد. اجتمعت تحت سقف معرض ومؤتمر فيجن اكس دبي أحدث المنتجات البصرية، التقنيات المتخصصة وصيحات الجمال في عالم العيون، وكان لرادار جولته الخاصة في أروقة المعرض. معرض فيجن اكس معرض متخصص في البصريات والعناية بالعيون. المعرض يقام في الدورة 14 في مركز دبي التجاري العالمي، قاعة الأرينا، طبعا بكل ما يختص في العيون من ناحية اللايف ستايل ومن ناحية الطبية، طبعا من ناحية التجميل، عدسات اللاصقة الملونة بأنواعها، ومن ناحية الطبية من ناحية الاي تيستينج والماشينز اللي بتعمل المتخصصة في الفورمينج العدسات الأوبتيك لينسز. الدول المشاركة هي ألمانيا، الصين، هونغ كونغ، كوريا، الكويت، الإمارات، السعودية، إيطاليا، إسبانيا، كمان في عنا ماركات من دول الخليج، في شركة من البحرين. الشركات هاي العام اختارت معرض فيجن اكس ان هي تعمل النيو لونشينج لمنتجاتها، يعني عندنا اكثر من شركه منزله الكولكشنات الجديده، واختارت معرض فيجن اكس الشرق الاوسط ان هم يعملوا في اللونشينج للبرودكتس. يعني في عندنا النظارة المصنوعة من الجولد كمان موجودة وعليها لسه إقبال من العام الماضي. عندنا شركة أميكو عندهم الآيس ووتش بكل ألوان الطيف السبعة الموجودة في القوس قزح، عندهم all the 12 colors بالقوس قزح موجودة بالرينبو. يقدم المعرض كل عام نماذج لأحدث صيحات الموضة في عالم النظرات. في نسخة السنة الماضية عرضنا من خلال رادار نظارات من ذهب، أما هذا العام نقدم لكم نظارات آيس ووتش. نحن الحقيقة مثل ما بيقولوا مشارك دائم بفيجن اكس كل سنة، والسنة هي عنا يمكن the biggest booth بالمعرض. نحن بنمثل شركات متعددة بالمعرض، في عنا على الايجر ماشينز، في عنا نايدك بريو، وي هاف كمان بالنسبة للوجو ميد ان فرانس فريمز تاج هير اند فريت. الحقيقة نحن عاملين مثل لانش مثل منتج جديد للوجو فرانس، هو الايس ووتش اي وير، هو عبارة عن تريندي سانجلاسز اند اوبتيكال فريمز، هنن تو شيبس انجكتد بلاستيك فريم بديفرنت كلر. اذا بتشوفوا معنا يعني هيدي تو شيبس مع 12 ديفرنت كلر، تريندي نايس فور يانج، فور ايفن اب تو 30 ييرز ايج، ديبينس اون ذا اكويجن. الحقيقة اللي هو المشايع انه الكوزماتيك لينسز انه ممكن تضر العين، هو الصراحة الماتيريال اللي مستخدمة بالكوزماتيك كونتاكت لينس خصوصي بالبراندد برودكتس، نفس الماتيريال المستخدمة بالبريسكريبشنز كونتاكت لينس، بس المشكلة دايما اليوزر تبع الكوزماتيكس
ما بيكون أعطي أهمية لل how to use it يعني they misuse it. دائما لازم أول شيء يكون عارفان العدسة إيش هي، هل هي يومية أو شهرية أو حتى سنوية، كيف to clean it well to take care about it well. كمان يعني بالنسبة للعدسات اللاصقة أحيانا يعني ما عندها أي مضار جانبية، هي بس موضوع how to use it in proper way و to ask about it، يعني بيسأل الأوبتيمترست أو الدكتور. أجهزة فحص النظر في تطور من عام إلى آخر، فدخلت عليها التقنيات الجديدة التي تمكن الطبيب أو الفني من معرفة الحالة بشكل أدق. فما هي أحدث التقنيات؟ نتابع في هذا التقرير. شركتنا كورية المنشأ ولدينا مقر هنا في دبي، وهي إحدى أكبر الشركات في العالم المصنعة للمعدات الثقيلة باستخدام تكنولوجيا الويف، قلة من الشركات التي تستعمل هذه التكنولوجيا المشهورة والتي تعطي القياسات الدقيقة للعين، لذا فيرضى الزبون أكثر بحصوله على قدرة مثالية على القراءة وعلى القياسات المثالية للعين، وهذا هو هدفنا. And this is our main. We are based in Dubai. منذ افتتاح المعرض وجدنا إقبالا حاشدا، إذ كما سمعت أتى إلينا المشاركين لإلقاء نظرة على الآلة الجديدة التي تعنى بانعكاس العين، وهي آلة فريدة من نوعها تدخل لأول مرة السوق في الشرق الأوسط. هذه التكنولوجيا فريدة لأنها آلة انعكاس القرنية وتتضمن وظائف متعددة، من خلالها يستطيع طبيب العيون أن يكشف على أمراض أكثر لم يكن يقدر أن يراها بواسطة آلة الانعكاس العادية. اليوم في إكس فيجن نعرض آلتنا الفريدة هذه، وهي من أروع وأفضل الاختراعات. أما عن هذه الوحدة فهي الكرسي الذي يعتبر أيضا من معدات القياس، فالكرسي هيدروليكي يتحرك صعودا ونزولا، وفي قاعه نضع آلة انعكاس القرنية الهيدروليكية أيضا. أما الشاشة التي سنضعها فرقمية، وذراع الكرسي هيدروليكي ولا يصدر أي صوت، فعندما يتحرك الكرسي لن يصدر أي صوت ويتحرك بسكوت تام. وهكذا ترون المزايا الفريدة من نوعها في هذه الآلة. Less noise. You cannot feel that you have something like sound. So it's really the unique things. مؤسسة نيكون بدورها قدمت من خلال مشاركتها في المعرض نظارة تستخدم خصيصاً للهواتف الذكية. التفاصيل في هذا التقرير. شركة نيكون هي شركة عالمية في صناعة عدسات الاستبرات والتلسكوبات، وبنفس الوقت الأوبثالميك لينز، فهم مطورين عنا شغلات كتير، وإحنا دائما بنشارك المعرض هون كل سنة تقريبا. إحنا عنا منتج جديد سيكوت بلو. سيكوت بلو زي ما أنت شايف حضرتك، هاي العدسات صممت خصيصا للحماية من الأشعة الزرقاء الضارة بالعين الصادرة من الـ LED والأجهزة الحديثة زي سمارت فون. فهذه شركة نيكون صنعت عنا عدسات جديدة مع بلو كوتينج اسمها سيكوت بلو. سيكوت بلو طبقات للحماية العين من الأشعة الزرقاء الضارة الصادرة من الأجهزة الحديثة.
العدسات هذه زي ما قلت لحضرتك هي للحماية من الأشعة الكهرومغناطيسية خلينا نقول أو الزرقاء الضارة. بيقدر أي واحد يستخدمها، بتقدر تيجي حتى بالنظارات الشمسية ممكن تكون مضافة للنظارة الشمسية لحماية العين، لأنه إحنا زي ما أنت شايف هلأ كل العالم بتطور كتير وصارت الأجهزة الحديثة دائما معنا، يعني ما أتوقع في ناس هلأ ما بيستخدموا السمارت فون أو حتى الـ LED، فصارت هاي ضرورة لكل شخص. طبعا زي ما انت بتشوف في نظارات فاشن كتير هلا بالسوق، في منها كتير فيك وفي منها كتير تقليد، فانا بنصح كل واحد انه يتاكد من الاوبتيشن تبعه انه ياخذ نظاره تكون اصليه، وطبعا اي نظاره اصليه بيجي معها الكارت تبعها الجارنتي كارت من اي محل نظارات، بهذه الطريقه بكون بيحمي حاله وبيحمي عينه عن جد، بس مش وبرضه بيلبس فاشن زي ما هو بده. هذه كانت جولتنا في عالم البصريات. بعد الفاصل مواضيع جديدة وتتابعون أحدث التقنيات الطبية تجتمع في معرض الأنف والأذن والحنجرة، وتعرفوا على سماعات طبية توصل على الهواتف الذكية. أهلا بكم بعد الفاصل. شهدت دبي مؤخرا فعاليات الدورة العاشرة من مؤتمر ومعرض طب الأنف والأذن والحنجرة في الشرق الأوسط، الأجواء في هذا التقرير. هذا معرض المؤتمر الأذن والأنف والحنجرة للشرق الأوسط، تقريبا أكبر معرض في المنطقة، بيحضر 800 أخصائي أذن وأنف حنجرة، بيجوا من المنطقة العربية، بيجوا من إيران، بيجوا من تركيا، باكستان، الهند، وبشكل فرصة أنه يتعرفوا الأخصائيين ويتناقشوا في المجالات يلي التشالنجز أو التحديات يلي بتواجهنا في المنطقة بمجال أمراض الأذن والأنف والحنجرة. الهدف بشكل أساسي اختصاصنا مثل اختصاصات الطبية كلها صار فيها ثورة حقيقة خلال فترة 20 سنة، في كتير تكنولوجيا جديدة اجت وخاصة في مجال السمع أو في مجال الصم، علاج الصم، في مجال الجيوب الأنفية. هل القدرات هذه على العلاج واكتساب المعرفة أمر طبعا يحتاج الطبيب دائما يضل يتابع فيه، بالإضافة لهالشيء هذا يعني بيعطيها فرصة لمنطقة الشرق الأوسط أنه تجي مع بعضها وأنه نتعرف على بعضها ونتعرف على مشاكلنا في البلاد المختلفة، خاصة أنه مشاكلنا يعني متشابهة في المنطقة، فممكن أنه نتبادل خبرات، ممكن نتبادل معلومات، نتبادل استراتيجيات لأنه نحاول نساعد المرضى في المنطقة اللي بيعانوا من مشاكل الأذن والأنف والحنجرة. ٨٠٠ طبيب، يعني أكتريتهم من المنطقة العربية، بس تقريبا في يعني تقريبا إيران وتركيا وبتاعت لك باكستان والهند، بشكل طبيعي 40% من مجموعة الأطباء أخصائيين أذن والأنف والحنجرة. أخصائيين أذن والأنف والحنجرة كتير أيام بتلاقي في يعني مش كلهم عامين، كتير منهم مثلا بيتخصصوا يا أما في الأذن يا أما في الأنف يا أما في الحنجرة. في طبعا في عدة مشاركين كمان بخبرات طبية مميزة من بقية دول العالم، في عدة ناس مشاركين من أوروبا ومن أمريكا ومن أستراليا، فرصة جيدة مثل ما قلت لك إنه العالم تتبادل خبراتها وتتبادل نشاطاتها وتتبادل معرفة بهذا الموضوع. راحة الطبيب أثناء تأديته مهامه وشعور المريض في فترة العلاج من أكثر الأمور التي ركز عليها المعرض، لذلك قدم عدة نماذج لغرف الأطباء والعمليات المثالية، اخترنا لكم واحدة منها
لنتابع. ميديتوب هي عبارة عن شركة هولندية بتصنع الفول سولوشن للطبيب الأنف والأذن والحنجرة، بحيث انه نعطيه سولوشن كامل للغرفة تبعته، مو انه مجرد صنعنا يونت وعطيناه اياها، لا نحن بنعطيه يونت كامل بحيث انه يفوت الدكتور يكون مطمن مبسوط بعيادته مرتاح عنده كل شيء. هلا بعمل لك ديمونستريشن صغير انه شو عنا بالضبط، زائد المريض بفوت بيرتاح نفسيا على العيادة، ما انه فات انه يتعالج، فات لا شيء حلو، مو انه مثل اي يونت عادية عبارة عن يونت بتعالج بيطلع منها، لا فات لا شيء حلو، انبسط بالقعدة، حس حاله انه مرتاح، ما عاد في عنده الفوبيا من انه عم يتعالج هلا، وبنفس الوقت الطبيب قاعد بمكتب حلو عم يشتغل براحته. نحن نشتغل على التنتين، على راحة الطبيب مشان يشتغل مزبوط، وعلى راحة المريض بحيث انه يضل مرتاح هو عم ياخذ العلاج تبعه مزبوط. نحن بنفوت على العياده بتكون صفر ما فيها اي شيء، بنعمل الديزاين كامل للعياده، بنشوف الدكتور بحاجه شو، بده مكتب يقعد عليه، بده خزانه للفايلات يقعد عليها، بده محل الكمبيوتر يشتغل عليه، بنامن له هالشيء كله ضمن قطعه واحده بحيث ما يكون كل شيء معجق بالغرفه، تكون الغرفه فيها كلها موصله ببعضها، بنكون حسبتنا بالسبيس مهما كانت الغرفه صغيره قدرنا نلعب بالحجم تبعها، حطينا اليونت باصغر مكان ما عندنا مشكله، الدكتور ما عاد يتحرك كثير من طاولته للكرسي العلاج، المريض دغري دخل قاعد على كرسي قاعد مرتاح. بشكل عام المعارض هي عبارة عن توعية للدكاترة والمرضى انه نفرجيهم شو في عنا جديد، شو فينا نقدم لهم، مو كتالوج. الكتالوج حلو بتقدمه للدكتور بالمستقبل، بس بتحب انه تجيب يجي الدكتور يلعب باليونت يشوفها يحسها يقعد وراها يشوف انه كيف هو عم يشتغل فيها، انه هل انه القرار الصحيح اذا اخده بالمستقبل ولا لا، غير انه يشوف كتالوج. فمشان هيك هذا الهدف معرض، نعطي توعيه للدكتور، بنحاول نقدم له شو في عنا، بنحاول نسمع الفيدباك تبعه، لانه بالوقت الشغل تبعه ما فيك تاخذ المعلومات كلها، هون بتكون انت وياه عباره عن علاقه فريندلي، صار انه خلص اصحاب عم تحكوا، ممكن يقول لك لا هي مش منيحه، هي منيحه، لا بدي هيك، لا يعني بصير تفهم منه شغلات اكثر ووقت اكثر، غير وقت شغل وقت بيكونوا محصور لانه بتعرف مواعيد ومواعيد، فهون بكون مرتاح قاعد عم يحكي لك كل شيء. شكل الحدث منصة لإطلاق الاختراعات الطبية الجديدة، ومن بينها سماعة طبية لديها مواصفات يمكن من خلالها توصيلها على الهواتف الذكية. إليكم التفاصيل. معرض دبي أوتو يعتبر من أكبر المعارض في منطقة الشرق الأوسط، وإحنا بنهتم كتير إنه يكون لنا تواجد هنا عشان الأكبر معرض في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحضور، الدكاترة والاختصاصيين السمع بيهتموا كتير إن هم يجوا المعرض. المعرض دائما بيمثل طفرة في تقديم كل ما هو جديد وتكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط، كل الشركات العالمية بتهتم إنها تقدم أي حاجة latest technology، آخر التطورات بتقدمها من خلال المعرض ده. احنا طبعا عندنا سماعات كتيرة latest technology نازلة، بس آخر حاجة نزلناها ودي تعتبر طفرة في المريض السمع، انه دلوقتي تقدر تتحكم في المريض السمع، يقدر يتحكم في السماعة من خلال اي سمارت فون زي الايفون او السامسونج اي اندرويد ابليكيشن، يقدر يتحكم في السماعة من حيث ان هو يقدر يعليها ويوطيها، يغير البروجرام اللي بالسماعة، يقدر يسمع الصوت في السماعة من ناحية التلفزيون، مكالمة التليفون بالسماعة، يقدر الطلبة اللي هم طلبة في الفصول اللي بيعانوا من ضعف السمع مش ممكن يستغنوا عن نظام الاف ام سيستم ويستخدموا الميني مايك التكنولوجي بتاعتنا الجديده، من هو يقدر يستريم الساوند دايركتلي على السماعه بتاعته من غير ما يبقى عنده اي كونكشن اي وصلات، كله لاسلكي.
اول حاجه دي طبعا دي اور ليتست السماعه بتاعتنا. حضرتك ممكن تتخيل شوف حجمها قد ايه دلوقتي. السماعه دي ممكن المريض لما بيلبسها مثلا لو السماعه دي بيقدر المريض منها انه عن طريق الابلكيشن ده وحاجه بنسميها الفون كليب. الفون كليب ده بيقدر المريض ضعف السمع بانه يتجيله اي مكالمه على السمارت فون يقدر على طول دايركتلي يسمعها في السماعه من غير ما هو يضطر يمسح يحط السماعه على السماعه الموبايل على سماعه التليفون. النقطه المهمه ان معظم مرضى السمع لما بيجي يحط الموبايل بتاعه لو جاله مكالمه تليفون على السماعه بيسمع زي احنا بنسميها تشويش او الصفير. يعني السماعه الموبايل بيسمع فيه زي صوت صفاره لانه قرب مايكروفون ناحيه سماعه. حاجه ثانيه عندنا حاجه اسمها الميني مايكروفون. ميني مايكروفون ده ممكن الأب أو الأم يلبسوا في البيت ولما يتكلم فيه الصوت هيروح دايركتلي لابنهم أو لضعيف السمع بيقدر يسمع الصوت دايركتلي في السمع، مش محتاج أنه يعلي صوته أو يجد نفسه في أنه يوصل الصوت لابنه، هو بس يحط الميني مايكروفون. أو حتى الطفل لو قاعد أو مريض السمع لو قاعد في عشاء ومش قادر يسمع الأصوات كويس ممكن يحط بس الميني مايكروفون على طاولة هيسمع الأصوات ستريم الأصوات كويس. السماعة دي مصممة للأطفال من أول عمر 6 سنوات لحد كبار العمر يعني. بس الطفل مش محتاج إنه يستخدم السمارت فون، الطفل محتاج إنه يستخدم الميني مايكروفون. ميني مايكروفون مش محتاج سمارت فون، السمارت فون او ده بس ابلكيشن على الابل ستور او على اندرويد فور فري بينزل. ده ان انت تقدر تتحكم فيها عن بعد، ممكن الاب او الام يتحكم في سماعه ابنه عن طريق الايفون بتاعه يكون سينكرونايز. بس النقطه المهمه ان الطفل من اول ما الاب والام يكتشفوا ان هو عنده ضعف سمع لازم على طول يتجاوبوا لانه بيأثر على تطور اللغه عنده او تعلم اللغه تعلم القدرات الذهنيه عنده. فأنا بنصح أي أب أو أم لو لاحظ أن ابنه ما بيسمعش كويس على طول لأن على طول يبتدي يشوف يزور أخصائي سمع أو دكتور أنف وأذن حنجرة وهو بدوره هيعمله الفحوصات اللازمة ويقدر يقول له أنهي سماعة بالضبط هو ممكن يحتاجها. فاصل مكمل حلقتنا من رادار وتتابعون مجموعة دولتشي أند جابانا لربيع صيف 2013 وفي رادار فن جو أشقر في دبي للمرة الثانية في أقل من شهر واحد. أحييكم من جديد ونتابع حلقة رادار لهذا الأسبوع من عالم الموضة، وفي فقرة الليلة من رادار موضة نتعرف على مجموعة دوتشي أند جابانا لتختار سيدي ما يناسب إطلالتك العصرية. بهذه الأجواء الموسيقية أطلق دومينيكو دولتشي وستيفانو جابانا مجموعتهم لربيع صيف 2013 مختارين نماذج من شخصيات رجالية جميلة وبسيطة لتقديم تفاصيل هذه المجموعة. مجموعة دولتشي أند جابانا لهذا الموسم تميزت بالسراويل العالية الخصر فيما اشتملت القمصان على لوحات جدرانية عكست الجسور الحجرية في البندقية. مجموعة اتسمت بالبساطة وعكست النهضة الإيطالية التي طالت القمصان والسراويل وامتدت للصنادل الجلدية.
ومن أكثر الملابس أناقة إلى أفخر أنواع المأكولات. محبي الكافيار في دبي، أصبح اليوم بإمكانكم التمتع بالمذاق الرفيع عبر زيارتكم متجر ومقهى بتروسيان الذي يمتلك 3 أفرع في العالم فقط. تأسست شركتنا عام 1920 من قبل أبي وعمي، وهذه الماكينة معروفة جدا حول العالم أجمع بتقديم كافيار من أرقى الأنواع، ومشهورة بخبرتها في تحضير وتقديم أفضل كافيار في العالم، فنحن متخصصين بالكافيار. مقرنا الأساسي في باريس طبعا، ومنها أنشأنا فروعنا في الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وأوروبا، والآن في دبي، وهي تجربة جديدة لنا في هذه المنطقة من العالم. طبعا السعر غال جدا، لكن المنتج هو الأفضل، فعندما يتذوق الزبون المنتج الأفضل في العالم ينسى السعر ويحتفظ بالذكرى. فمثلا للشخص الواحد 30 غرام تباع ب 360 درهما إماراتي، ويزيد السعر 2 أو 3 حسب الجودة العالية للمنتج المطلوب. هذه هي فكرة عن الأسعار. 360 غرام and can go for 2 or 3 times for the high-end product. So that's the idea of the price. عندنا كان افتتاح بتروسيان كافيه وبوتيك. طبعا اليوم احنا علاقتنا مع بتروسيان علاقة قديمة، تقريبا حوالي 10 سنوات، لكن اليوم جسدناها بافتتاح المحل خاص لهم. طبعا ما في احسن من دبي مول ودبي لاول انطلاقه بيننا وبينهم. طبعا هي دبي تعتبر زي شباك عرض لباقي دول الشرق الاوسط، هون البدايه دائما، هون الامتحان. هون طبعا كمان في دبي اكثر الاسواق في المنطقه اللي عليها إقبال من جميع سكان الشرق الأوسط، فمن عن طريق هاي عن طريق وجود المحل هون ممكن تعرف على رأي الجنسيات المختلفة بالبضاعة اللي عندنا، وشو اللي يحبوه أكثر ما يحبوه أكثر، نعرف بعدين يعني إيش الذوق المطلوب في كل بلد من البلاد اللي بيجي منها الزبائن. إلى فقرة رادار فن ننتقل ونتعرف فيها اليوم على أخبار كارول سماحة، هند البحرينية، جو أشقر وغيرهم، لنتابع. ننطلق بجولة رادار فن هالأسبوع من مصر مع الفنانة كارول سماحة، اللي بعد ما حقق ألبوم المراتب الأولى اختارت أم الدنيا لتلتقي أهل الصحافة وتعيش فرحة نجاح ألبوم إحساس. إحساس كبير ضيع حياتك ما قدرته، موفق بطريق اللي اخترته، والله معك. احساس كبير ضيعته بحياتك ما قدرته، موفق بطريق. ومن مصر انتقل رادار فن إلى أبو ظبي،
حيث بيجتمع يوميا فريق عمل مسلسل حمام شامي تحت إدارة المخرج مؤمن الملا لتصوير أحداث المسلسل بعد ما تعذر التصوير بسوريا نتيجة الظروف الأمنية الصعبة. بالنسبة لوضع التصوير بسوريا ولا خارج سوريا، أكيد بسوريا، يعني بقول سوريا 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 150 مرة أو 200 مرة أو مليون مرة، بعدين لفكر أطلع صور خارج سوريا. بكل الأحوال يعني لازال زملائنا عم يصوروا، بس يمكن بطبيعة العمل هذا العمل بخصوصيته أنت ترتبط حاليا بديكورات بأجواء بلوكيشنات عوالم داخلية مكتوب على أساس العمل، أنت مضطر تخرج خارج دمشق بحاجة إلى بناء بلاتوهات استوديوهات. أنا دوري أم صخر، صاحبة الحمام بالفترة الصباحية اللي هي العلاقة بالنسوان، زوجة أبو صخر اللي هو صاحب الحمام بفترة الرجال، اللي من خلال هالحمام هذا الديكور الواحد منلخص حياة كل الشام وأهل الشام الشعبية، المنطقة الشعبية. مصخر الشيء اللي محاولة أنا كرسه أكثر بشخصيتها كامرأة شعبية ما أنا مثقفة، بس هي قوية حاضرة تستمد حكمتها من خلال الأمثلة الشعبية أكثر شيء. أنا زوجة المختار، مختار الحارة، ويعني تعرف مثل ما بيقولوا لك زوجة الطبيب بتكون طبيبة، فزوجة المختار أنا مثل مختارة الحارة، ومثل ما شفت إنه نهوي كل الأحداث حتكون بالحمام، يعني بنحكى عن أي شيء حتى عن حياتهم، عن علاقة، عن كيف بالبيت، كيف جوزة، كيف المختار، كيف وياه، فبنحكى بالحمام. بعمل شخصية جميلة، جميلة واحدة بتتزوج غصبا عن أهلها وبتجيب ولد وبتهرب مع زوجها فبيلاحقوها أهلها مشان يقتلوها، وفجأة جوزة بيختفي فبتبلش تدور عليه لحتى توصل على هاي الحارة، وأهل الحارة بشكل عام بيحتضنوها وبيعلموها مهنة وبصيروا بيدفعوا لها راتب وبيساعدوها بتربية الولد. نبقى بالإمارات، وهالمرة رادرنا توجه لدبي ليلتقي الفنان اللبناني جو أشقر اللي للمرة الثانية وبأقل من شهر أحيا حفل ببيبل كلاب، قدم خلاله مجموعة من الأغاني اللبنانية القديمة إضافة إلى أغاني الجديدة. أنا سعيد، مبسوط كتير، مبسوط بنجاح الحفلات ومبسوط بنجاحي أنا بهالتجربة هيدي بدبي، ومبسوط أني عم بتواصل مع الناس اللي لهم فترة كمان طويلة ما بينزلوا يزوروا البلد عنا ببيروت. ومنختم جولتنا من بيروت اللي تواجدت فيها الفنانة البحرينية هند لتنفيذ جلسة تصوير لصالح بعض المجلات تحت إدارة المصور شربل أبو منصور، بوقت تستعد هند لطرح مجموعة من الأعمال الجديدة. المشاريع اللي هي طبعاً أنا أخطط حق سنجل، أغنية سنجل ونصورها إن شاء الله. للحين سمعت من فايز سعيد، سمعت من حمد القطان، سمعت من كذا ملحن، ناطرة عبد الله القعود أيضا هو في إجازة الحين في جبال وفي أنهار، إن شاء الله المزاج يخليه يطلع لي لحن مميز. فلحن ما رسيت على أي أغنية بس سمعت يعني. من وحي صوت مازاراتي أبدع الموسيقار الشهير هوي بي مقطوعة موسيقية أطلق عليها اسم 7 Notes والتي تم إطلاقها في حفل خاص وحصري في دبي، فمن أين أتت الفكرة وتفاصيل أخرى نتابعها سوياً. يمثل هذا الحدث وعنوانه 7 Notes أي النوتات السبع
احتفالا لشراكتنا مع مزاراتي، فنحن الشركة المزودة لأجهزة الصوت للمزاراتي كواتروبورت وبالتالي المقيمين على هذه الاحتفالية. أما عن معنى النوتات السبع وبالتالي هذا الحفل، فنحن قد سجلنا صوت محرك المزاراتي الذي أصدر أصواتا جميلة، واكتشفنا سبع نوتات في المحرك، ومن بعدها فوضنا ملحن خلق مقطوعات موسيقية من تلك النوتات السبع، وتأتي الليلة لنلعب لكم المقطوعات. كما يمكنكم أن تشاركونا وتلعبوا النوتات بأنفسكم على النظام المتفاعل. كما نعرض سيارة الكواتروبورت كي يستمع الأشخاص إلى نظام السيارة أيضا. Seven notes is an experiment in sound. النوتات السبع هي اختبار أصوات وتعاون بين بوز والملحن ومزاراتي، وتعبر عن شراكة، ومهمتي كانت أن أعبر عن هذه الشراكة بواسطة الموسيقى. فقمت بتسجيل محرك المزاراتي وتحديدا محرك الكواتروبورت، ومزجت هذا الصوت مع لحن طاغ، فبالنسبة لي ما خلقته هو مقطوعة جميلة جدا. فبذلك استطعت أن أعبر بكل وضوح عن التعاون الموسيقي بين تلك الشركتين، وفعلت ذلك بسرور عظيم. And I think I manifested that collaboration with these two companies. It was a pleasure. Yeah. أتت الفكرة أولا من مهندسي مازيراتي، إذ عندما يتكلمون عن المحرك يتكلمون عن لحن ونوتات وانسجام تام، فيستمعون إلى المحرك وكأنه أوركسترا، وأنا استوحيت منهم إذ كانوا يستخدمون معاني موسيقية للتحدث عن شيء لا يمت للموسيقى بصلة، ولكن بالنسبة لهم هي موسيقى. يكمن الوحي بخلق الموسيقى التي أعرفها وأشعر بها، وتلك التي يشعر بها المهندسين. فأتت فكرة تسجيل صوت المحرك ومزج الصوت مع لحن جميل، فأتت النتيجة بلحن خام وجميل بالنسبة لي. فاصل أخير ومكملين حلقتنا من رادار وتتابعون. المؤسسات والجمعيات الخيرية العربية تجتمع في دبي. أهلا بكم في القسم الأخير من حلقتنا. بدعم من مؤسسة محمد بن راشد الإنسانية والعديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية، أقيمت في دبي فعاليات معرض ومؤتمر الإغاثة. أهداف الحدث نسلط عليها الضوء في هذا التقرير. المعرض يتطرق إلى مواضيع المساعدات الإنسانية للدول التي تحتاج المساعدات، سواء كانت عن كوارث طبيعية أو غير طبيعية مثل الحروب. فالمشارك فيها هيئات المساعدة وهيئات الأمم المتحدة، وفي مؤتمر في نفس الوقت على هامش المعرض يتكلم فيه متحدثين من جميع أنحاء العالم عن شو آخر التطورات في المجال هذا. عدد الشركات المشاركة 275 شركة من 66 دولة. في الهيئات المحلية مثل الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الإنسانية وصندوق خليفة، وغيرها في عنا مشاركات دولية مثل مشاركة من حكومة النرويج ومن حكومة الحكومة الأرجنتينية، وغيرها في مشاركة من الدوائر التابعة للأمم المتحدة للإغاثة.
طبعا اللي يميز المعرض السنة هاي الشعار اللي هو بناء الشراكات الفاعلة والمستدامة من خلال أنشطة الإغاثة والتطوير، وصار التركيز السنة هاي على الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص للإغاثة وللأعمال الإنسانية. احتلت المشاركات الخيرية المحلية المساحة الأكبر في المعرض، ومن بينها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، والتي حدثتنا عن دورها ومدى الثقة التي تتمتع بها من قبل محبي العمل الخيري في كل مكان. نحن كجناحنا في الدائرة ما هدأ إلا الآن، يعني كان مزدحم جدا، الناس اغلبهم اجانب يحبون يسالون يعرفون شو تقدم الدائره للعمل الخيري، فقلنا لهم نحن كدائره مشرفه في الحالات الاغاثيه ننظم حملات اغاثيه، في غير هالحملات نحن نقوم بدور متابعه انشطه الجمعيات في الخارج. اليوم المتبرع يقدم للجمعيه مبلغ من المال يريد انشاء مشروع او شيء في خارج الدوله، نحن نقوم نتابع المشروع ونروح ونشوفه هل هو فعلا موجود او لا عشان نطمن المتبرعين بهذا. والحمد لله بعد ما سوينا هذا زرنا حوالي 35 دوله، الان نجد ان المتبرعين زادوا بالنسبة للجمعيات حسب الإحصائيات اللي تجينا منهم، والحمد لله. يعني احنا الحمد لله عقب ما تم انشاء قطاع العمل الخيري في الدائره وقمنا من 2007 بزياره المشاريع الخارجيه هاي، نحن بانفسنا تاكدنا ان كل المشاريع اللي اندفعت لها مبالغ كتبرعات موجوده على ارض الواقع وعلى حسب الاتفاق اللي تم بينهم، يعني ما في شيء يشكك الواحد الحمد لله. فدائما يجون يسالونا من الخلف، يعني والله شو رايكم في الجمعيه سين، شو رايكم في الجمعيه صاد، نقول الحمد لله المشاريع في امان. يعني لازم تكون ثقه، لان اذا ما تثق في الجهه هذه اللي خلى الناس تخاف، يمكن في بعض الدول او في جهات يعني ممكن تكون عكس ذلك يعني، لكن الحمد لله نحب دوله الامارات ما عندنا هذا، والحمد لله الامور طيبه. يعني الإغاثة الإسلامية العالمية شاركت باسم المملكة العربية السعودية، فماذا تقدم للمحتاجين؟ لنتابع. الهيئة تعمل في الجانب الإغاثي والإنساني، وتهدف إلى مساعدة المتضررين من نواتج الكوارث أو الحروب أو النزاعات التي تحدث في بعض الأماكن وينتج عنهم متضررين من هذه النزاعات، مثل ما هو حاصل بالنسبة للنازحين السوريين في كل من دول الجوار في الأردن وسوريا وتركيا. وتسهم الهيئة بجهد وافر في معالجة أوضاع هؤلاء النازحين والتخفيف من مأساتهم. المشاركة هذه تعلينا الشيء الكثير، أننا نكون مع محل الحدث. فهذا المعرض والمؤتمر الدولي الذي يقام سنويا في دبي، التي أصبحت تمثل أحد الركائز الأساسية في الانطلاق بالنسبة لكافة الأعمال سواء الخيرية أو الدعائية أو الميديا بما تتوفر فيها من إمكانيات الآن لوجستية في لصالحها، ونحن حريصون على هذا التواجد الدولي الموجود أن نكون جزء فيه ونشارك فيه، خاصة وأننا يعني لنا دور فاعل ورائد في هذا في هذا المجال. نحن نغتنمها فرصة لأن نشارك وفي نفس الوقت نستفيد ونفيد من خبراتنا، ونعمل على تطوير هذه الخبرات
من خلال أحدث ما توصلت إليه البرامج الإغاثية في مختلف دول العالم، سواء من ناحية الإمكانيات أو من ناحية المعدات أو من ناحية البرامج والمشروعات، بحيث نعمل على تطوير برامجنا ومشروعاتنا لتكون قابلة لأن تكون في محل الحدث وبأعلى المهنية وبأعلى درجات التمكين. الهيئة الأردنية الهاشمية الخيرية، الجهة التي تقوم بمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن، كانت لها مشاركة مميزة في المعرض، إلى جانب دولة فلسطين التي شاركت ممثلة بالجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم. مهمتها الأولية الاستجابة للكوارث سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان. لدينا 6 مستودعات تحفظ فيها المواد للانطلاق في حالة لا سمح الله حدوث أي نوع من أنواع الكوارث والاستجابة للعاصير والأشياء المثيرة. الهيئة هي حالياً تعمل كمظلة تنسيقية لجميع المنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدات للأخوة السوريين خارج المخيمات. في عنا نوعين من في ناس مستقرين في المدن، إحنا والشعب السوري شعب واحد، وهي لهم معارف ولهم أصهار ولهم أقارب ونفس العشائر، فبالتالي جزء منهم كبير استقر في المدن الأردنية والمحافظة جميع المحافظات الأردنية. ذلك طبعا ألقى عبء كبير كمان على المجتمع المضيف لهم، وبالتالي نهضت الجزء من المنظمات الإنسانية الدولية أو المحلية بتقديم المساعدات العينية والنقدية للأخوة السوريين اللي استقروا في محافظات الأردن. نحن نعمل كلجنة أو مظلة تنسيقية بين هذه الجمعيات وتحديد الاحتياجات، بالإضافة إلى أنه نحن أيضا نتلقى المساعدات ونقدمها للأخوة السوريين بإشراف المتبرع والتأكد أنه كل شيء يسير على ما يرام. الجمعية هي متكونة من المتطوعين وعائلات ومرضى نزف الدم والهيموفيليا في فلسطين، بالإضافة لمتخصصين في العلاج. بنحاول من خلال التوعية والتثقيف والحشد والمناصرة إنه نشبك المرضى وعائلاتهم مع مقدمي الخدمات، بحيث نحاول على أقدر قدر ممكن نوفر الرعاية الصحية والنفس الاجتماعية لهؤلاء المرضى، وخاصة العوامل المخثرة اللي بتعرف بالفاكتورز. المشاركة بتعني لنا الكثير. إحنا مثل ما أنتم شايفين ممكن الجمعية الفلسطينية الوحيدة اللي مشاركين اليوم في المؤتمر. تجربة ممتازة كتير، نتيجة إنه كل المؤسسات الإغاثية والتطويرية موجودة تحت سقف واحد، بتعطينا فرصة إنه نلتقي مع هاي المؤسسات، لأنه إحنا عم بنحاول من خلال اتفاقية وقعت حديثا ما بين الجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم ووزارة الصحة الفلسطينية، إنه نحاول نبحث عن مصادر لتوفير العوامل المخثرة لهؤلاء المرضى، لأنه مرضى الهيموفيليا أو مرضى نزف الدم في فلسطين عم بيعانوا الأمرين، بالإضافة إلى معاناة الاحتلال والفصل الجغرافي بين القرى والمناطق المختلفة في فلسطين. هذه كانت جولة رادار لهذا الأسبوع، الملتقى يتجدد الأسبوع المقبل. تصبحون على خير.